مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير العملية السياسية في اليمن دون ملامح لحقن دماء اليمنيين وتلبي تطلعاتهم في السلم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. سباق في التعيينات يراه البعض محاولة من كل طرف لتثبيت نفسه على الواقع، ويشير إلى عمق الأزمة التي وصلت إليها البلاد. ومع تصاعد وتيرة الأزمة السياسية تشتد المعارك والقصف الجوي في تصعيد عسكري اشتد مع انتهاء وانهيار مفاوضات الكويت، وحشدت كل الأطراف للحرب على مختلف الجبهات والتي في كثير من الأحيان تحدث فيها الكثير من الأخطاء ويذهب ضحيتها مدنيون أبرياء، وبذلك تظل علامات الاستفهام المتراكمة خلف الكثير من التفاصيل. نحاول متابعة هذه التطورات بقراءات متعددة في الداخل والخارج. اليمنيون يعيشون حالة من اليأس وفقدان الأمل للخروج من أزمتهم، بينما تعدد الرؤى للخارج حول ما يحدث في اليمن. سنحاول في هذا الملف استقراء واستكشاف واستطلاع رأي الداخل والخارج حول الأزمة السياسية اليمنية وسبل الخروج إليها وإمكانية انحسار المواجهات العسكرية. معي من القاهرة لمناقشة هذا الملف الدكتور عادل الشجاع، وهو محلل سياسي. دكتور عادل، مساء الخير. مرحبا دكتور عادل. مرحبا، بس في مشكلة في الصوت، أنا لا أسمعك بشكل واضح. سنعالج المشكلة دكتور. وأيضا معنا من لندن المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. مرحبا دكتور عمر، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. لو أبدأ معك دكتور عمر عبد العزيز، ومن آخر تطور وهو ما حدث مؤخرا من استلام المجلس السياسي، ما عرف بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مقاليد الحكم، وحديث عن تشكيل حكومة ربما يكون في القريب العاجل. في المقابل هناك تعيينات كثيرة صدرت من الرياض من الرئاسة، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ أنا أتصور أن كل هذه الخطوات تصب في مجرى مزيد من التأزيم، في مجرى مزيد من الاحتراب الداخلي الذي في نهاية المطاف يدفع ثمنه اليمنيون. ونحن هنا لسنا بصدد الآن تقييم الموقف استرجاعا لما كان في الماضي، فنحن نعرف أن هنالك معادلة واضحة الملامح. تتعلق هذه المعادلة في أن هنالك تسوية يمنية توافقية حكيمة تمت عبر المبادرة الخليجية، لكن هذه التسوية تم ركلها وترفيسها من قبل الذين قاموا بانقلاب سافر من جهة، وأيضا من قبل الذين تخلوا بطريقة حرة عن واجباتهم الأساسية في إطار ما يسمى بالشرعية. بمعنى آخر، أنا أعتقد أننا في هذه اللحظة نحن بصدد ضرورة أن يكون هنالك بلورة رؤية إصلاحية حقيقية من قبل الأطراف المتنازعة، على قاعدة أن هذه الرؤية الإصلاحية إما أن تكون باتجاه حسم الموقف ميدانيا، وفي تقديري الشخصي أن هذه المسألة ستأخذ تراجيديا حقيقية وستستمر على مدى من الزمن، أو أن يكون هنالك إمكانية للإصلاح الداخلي. وهنا أود أن أقول أن هنالك
خلل كبير في البنية الثنائية التقابلية التي نتحدث عنها إجرائيا بوصفها تمرد وشرعية. فبنية التمرد ليس واحدا وموحدا في تقدير الشخصي، وليس جميعا على كلمة سواء من حيث التقديرات السياسية والمقاربات المتعلقة بكيفية تقديم حلول. ونفس الحال فيما يتعلق بالطرف الآخر، أيضا بحاجة إلى أن يقوم ببلورة رؤية إصلاحية حقيقية وجوهرية لجهة التموضع الميداني العملي على الأرض. في الأخير وفي التحليل، أنا أعتقد أن الوجود على الأرض أمر في غاية الأهمية في هذا الظرف، لأن الوجود على الأرض لا يعني بالضرورة حمل السلاح ولا يعني بالضرورة القتال، ولكن يعني تماما أن هنالك حالة من استمداد الشرعية من الشارع ومن التواجد في الداخل. وهنا أوجه رسالة شخصية للشرعية اليمنية التي عليها ابتداء من رئيس الدولة إلى آخر واحد أن يكونوا في الداخل، لأن عدم تواجدهم في الداخل هو تخلي حر وتلقائي عن معنى الشرعية وعن طيب معنى دكتور الفعالية. سنعود إلى هذه النقطة بالتفصيل. انتقل إلى دكتور عادل الشجاع. دكتور عادل، أتمنى أن تكون تسمعني الآن بشكل أوضح. إلى حد ما كويس. اليوم في حديث للرئيس السابق تحدث بأنه سيتم تشكيل حكومة من قبل المجلس السياسي الأعلى. إمكانية تشكيل حكومة، إمكانية الاعتراف بهذه الحكومة، إمكانية مخاطبتها للخارج، ما الذي يمكن أن تفعله هذه الحكومة أكثر مما هو قائم على الأرض؟ وفي حقيقة الأمر كان هناك في الفترة الماضية كما تعلم أخي العزيز فراغ دستوري وفراغ في السلطة، واليوم اليمنيون يعيدون ترتيب البيت الداخلي فيما يتعلق بالعودة للعمل بالدستور، وبالتالي أيضا فرغ إملاء الفراغ الدستوري، والخطوة التالية هي إملاء فراغ السلطة. لأننا اليوم نتحدث عن شرعيتين، شرعية ورقية استمدت شرعيتها من المال السعودي الذي يدفع لشراء السلاح وشراء كذلك المواقف، سواء المواقف الإعلامية أو حتى المواقف الإنسانية. نحن تابعنا كيف أدخلت السعودية في القائمة السوداء وكيف يعني خرجت من هذه القائمة بشكل مخزي ولافت، لأن الضمير العالمي وضمير المثقفين أيضا الذين يتحدثون عن الشرعية بعيدا أيضا عن مفهوم الشرعية الحقيقية. والشرعية الثانية هي شرعية الأرض، من يمتلك اليوم الوجود على الأرض، من يمتلك الجمهور الأرض. الحديث عن الأرض دكتور عادل، الحديث عن الأرض معروف أنه الأرض منقسمة بين طرفين، يعني ما في واحد مسيطر على الأرض كلها. أنا لا أتحدث عن السيطرة العسكرية، أنا أتحدث عن أن هناك إرادة شعبية مختطفة. هذه الإرادة الشعبية لم يعد إليها أي من هذه الأطراف. على الأقل اللي موجود على الأرض اليوم في الداخل وهو يمتلك إلى حد كبير جدا نوع من الاستقرار ويتواجد على الأرض، بينما الآخر هو يدعي أنه موجود على الأرض في مناطق معينة لكنه لا يستطيع أن يتواجد داخل الوسط الشعبي. طيب ما هو دكتور عادل عشان أفهم منك أكثر، الشرعية تحتاج كما يقول كثير من المحللين أنه تحتاج إلى أمرين اثنين، وجود على الأرض واعتراف دولي، هل سيحدث هذا؟ نعم، نحن نتكلم عن الاعتراف الدولي. كان هناك اغتصاب للسلطة من قبل اللجنة الثورية، وكان هناك فرق دستوري نتيجة للإعلان الدستوري. اليوم أعيد العمل بالدستور، وبالتالي أعيد القرار لمجلس الشعب ولمجلس الشورى، ونحن نعلم بأن البرلمان معترف به كسلطة تشريعية في كل القرارات الدولية، وبالتالي الخطاب اليوم هو مع هذه السلطة التشريعية الموجودة على الأرض والتي مثلت أغلبية لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. نحن نتحدث عن 144 من أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، بالإضافة إلى 13 عضو تقريبا الذين صوتوا عن طريق السكايدي وعن طريق توقيع المحاضر. دعني أتحدث عن 144 من أصل 301، 26 واحد متوفي، فبالتالي يكون النصف هو 137 زائد واحد، يعني 138. طيب، وبالتالي حضور 144 مثلوا أغلبية وصوتوا للشرعية الدستورية. أنا أتحدث اليوم عن الخطوة التالية وهو من فرغ السلطة فيما يتعلق بالحكومة. كما سأل، هناك خطوة إجرائية اليوم، هناك حوار مع الأحزاب الأخرى المتمثلة بالإصلاح والاشتراكي والناصري
وغيرهم من الأحزاب الذين يتواجدون في الداخل والذين لم يكونوا مع العدوان، بحيث أن تكون هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية تشمل جميع الأطراف الذين شملهم الحوار الوطني بما فيهم الحراك. طيب، المحافظات الجنوبية. هذه النقطة بالتحديد أريد العودة بها إلى الدكتور عمر عبد العزيز. هل هناك إمكانية دكتور عمر، كما تحدث الدكتور عادل الشجاع عن تشكيل حكومة، بالتالي الاعتراف بهذه الحكومة تكون لها شرعية، أو ربما تكون لدينا شرعية؟ نحن نتحدث عن نائب أو القائم بأعمال السفير الروسي حضر التشكيل وبارك مثل هذه الخطوة، بعيدا عن المواقف التي صدرت بعدين من روسيا سواء من السفير أو من غيره. بداية أود الإشارة إلى أنني لست بصدد الدخول في سجال بيزنطي في ظرف نحن ليس لدينا طرف الكلام الزائد والكلام الاستنسابي التقديري حول هذه المسائل. علينا أن نعود في الأخير إلى قضية عامة وجوهرية، أن الدستور اليمني الذي نتحدث عنه والبرلمان الذي نتحدث عنه كان موجودا عندما تمت التوقيع على المبادرة الخليجية، والتوقيع على المبادرة الخليجية تمت من قبل الرئيس السابق كما الرئيس الحالي وكما كل الفرقاء في الساحة اليمنية، وكانت هذه المبادرة مخرجا من محنة وطنية حقيقية، وكان هنالك توافقية على البرنامج المزمن لهذه المبادرة الخليجية وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه الحوثيون بوصفهم حزبا سياسيا. في نهاية المطاف من الذين نكثوا بهذه العهود والمواثيق وهذه التوقيعات؟ علينا هنا إذن عندما نتحدث عن المرجعيات الدستورية والمرجعيات البرلمانية أن نضع بعين الاعتبار أن ذات الأطراف التي تتحدث اليوم عن تصحيح مسار العملية السياسية هي ذات الأطراف التي أخلت بهذه العملية السياسية، لكننا لسنا في صدد مساجلات بيزنطية في هذه اللحظة. علينا أن نقول أن الأمر ليس مسألة دفاع عن هذا الطرف أو ذاك في ظرف معين أو الاعتقاد الواهم بأن هنالك. لكن البعض دكتور عمر قد صبروا، مجلس النواب بالتحديد صبر كل هذه المدة وما تحرك أي معلش، لكن هنالك انقلاب حقيقي حصل على الشرعية، والشرعية ليست هذه وليست الحكومة الحالية، الشرعية هي الدولة اليمنية. هنالك اعتداء على الدولة اليمنية، اعتداء على البنية المؤسسية، اعتداء على الجيش الوطني، اعتداء على كل هذه الجوانب، وشاهد على ذلك السجالات الحامية على الأرض في مختلف المدن اليمنية بين اليمنيين أنفسهم. نحن عندما نتحدث اليوم عن التدخل العربي الذي جاء استتباعا لسلسلة من المرجعيات السابقة، هذا التدخل العربي اليوم يوازيه تماما وجود صراع على الأرض وجند من اليمنيين من مختلف الأطراف. وتبعا لذلك علينا أن نتحدث عن الحقائق كما هي. نحن في حاجة الآن وفي هذه اللحظة من قبل الطرفين المتنازعين، وأنا أتحدث عن طرفين بالمعنى الإجرائي للكلمة وليس بالمعنى الواقعي والحقيقي، هنالك تعددية في كل طرف. هؤلاء بحاجة إلى أن ينتصروا للعقل وينتصروا للمنطق وينتصروا للمرجعيات التي تم التوافق عليها، وعلى نتأبى على الحقائق الموضوعية باختصار. هذا هو الأمر، لا نستطيع بحال من الأحوال أن نعمل ورق سلوفان على الحقائق الموضوعية القائمة على الأرض. البلد ستدمر يا عزيزي. فقط عشان ننهي هذا النقطة باختصار، إذا ما شكلت حكومة واعترفت بها بعض الأطراف أو مجموعة من الأطراف الدولية، كيف ستكون الصورة؟ حكومة معترف بها من قبل مجموعة من الدول وأخرى معترف بها أيضا من قبل مجموعة من الدول. العالم يا عزيزي بقضه والقضيض ما عدا إيران، كل العالم يعترف بالمبادرة الخليجية وبالقرار الأممي 22 و16، وكل الدول الراعية للمبادرة الخليجية وكل العالم بما في ذلك روسيا جميعا يعترفون بهذه المرجعيات وليس شيئا آخر. علينا أن نكون واقعيين وموضوعيين. لكنه حضر القائم بالأعمال، حضر وبارك كل شيء، لكن هذا ليس كل شيء. أنا أطالب المؤسسة الرئاسية والحكومية أن تكون موجودة في الداخل. بمعنى آخر، أنا أطالب بأن يكون هنالك تلاحم عضوي مع الجماهير في كل مكان، وتبع لذلك أن ندير سجالاتنا السياسية والميدانية على قاعدة أننا كيمنيين متواجدين في نفس المربع. وأنا أقول الآن وفي هذه اللحظة أن الحلول بيد اليمنيين وليس بيد أي طرف آخر، ولكن عندما نريد تفكيك هذه المسألة مفاهيميا علينا أن نعرف من الذين قاموا بالانقلاب، وما هي التدابير التي اتخذت في هذا الانقلاب، وما هو المغزى طيب الكبير لهذا الانقلاب. ليست مشكلة ترويكا سياسية هنا أو هناك، طيب هي مشكلة تدمير وطن بكامله. دكتور عادل الشجاع، الورقة الأخيرة هذه لأي تقارب، لأي تصالح موضوع التأزيم القائم الآن سواء في التشكيل أو في القرارات من الطرف الآخر، هي الورقة الأخيرة؟ أخي العزيز، أن تملأ الفراغ الدستوري وفراغ السلطة
لا يعني ذلك أنك تستعدي العالم، على العكس من ذلك كان هناك انقلاب على السلطة تمثل في وجود اللجنة الثورية وفي الإعلان الدستوري. اليوم اليمنيون يعيدون الوضع إلى حالته الطبيعية، العودة للعمل بالدستور والعودة لتشكيل حكومة لملء هذا الفراغ، وبالتالي العالم سيعترف بالدستور وسيعترف بهذه الحكومة كونها عادت اليمن إلى وضعه الطبيعي. لست أدري يعني ما الذي يزعج الآخرين حينما اليمنيون يملؤون هذا الفراغ. هل ننتظر رئيس في الخارج له سنتين؟ هل ننتظر حكومة ما زالت تعمل في الخارج؟ باعتقادي أنه هذا هو الجدل البيزنطي، من يتحدث اليوم عن التحالف العربي هو يتحدث عن عدوان، وأنا أتحدى يقرأ في المواثيق الدولية وفي القانون الدولية ويصنف ذلك بأن هذا تحالف عربي من أجل إنقاذ اليمن، ضرب البنية التحتية وضرب المستشفيات والمدارس والجامعات وإلجامه ومنعه لليمنيين بأن يذهبون نحو المصالحة حتى هذه اللحظة. أيضا أحيل الأخ عمر إلى المبادرة الخليجية التي يتحدث عنها، يبدو أنه قد قرأها ونسي بنودها. المبادرة الخليجية هي من شقين، الشق الأول يتحدث عن الرئيس التوافقي وبالتالي يعمل بهذه المبادرة وفق شقها الأول بعيدا عن الدستور، بعد ذلك العودة للعمل بالدستور، وعليه أن يعود لقراءة المبادرة الخليجية قراءة دقيقة حتى يعرف بأنها لم تعلق الدستور إلى ما لا نهاية. على العكس من ذلك هي أكدت على العمل بالدستور بعد انتخاب الرئيس التوافقي. الرئيس التوافقي كان لمدة عامين، مدد لنفسه سنة أخرى 3 سنوات ونحن الآن في السنة الرابعة. أي شرعية يتحدث عنها الدكتور عمر عبد العزيز؟ للأسف الشديد هو أين الجدل البيزنطي الذي يتحدث عنه وهو يطبقه؟ الشرعية يا عزيزي أن نعود اليوم للشعب وللإرادة الشعبية. دعني أنا وأنت ندعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية دعم كل الشعب اليمني. كيف برضو هذا دكتور عادل، برضو هذه النقطة بالتحديد الناس كلهم يعرفوا أنه يتوقون لأي إجراء ديمقراطي، لكن هناك صعوبة، كيف ستكون هناك انتخابات؟ يا أخي العزيز، مثلما أن الناس حملوا السلاح ويتحاربون ولم يجدوا صعوبة في ذلك، يستطيعون أن يتركون السلاح ويذهبون إلى الإرادة الشعبية. ما هو لو تركوا السلاح؟ دعني أنا والأخ عمر عبد العزيز ندعو إلى هذه الدعوة، أن الشعب أن يعودون للشعب ويطلقون إرادته الشعبية. أما الحديث عن شرعية مزعومة وتحالف عربي وإنقاذ مش عارف إنقاذ ماذا، هذا هو الكلام البيزنطي والتهرب بعين دكتور عمر من مسؤولية المثقف. دكتور عمر، هذا هو السؤال، انه لماذا تحملون هذه الأطراف الموجودة في صنعاء بأنها سبب كل ذلك، وعندما كما تحدث الدكتور عادل وعندما أرادت تنظيم صفوفها والقيام بخدمة الناس عبر المؤسسات انزعج الكثير من هذا الإجراء؟ على الإطلاق علينا أن نعود إلى قضية أساسية وجوهرية تتعلق هذه القضية الأساسية والجوهرية، وأنا أوجه هذه الأسئلة مباشرة للدكتور عادل. هو يعلم جيدا من الذي وقع على المبادرة الخليجية، وهو يعلم جيدا البرنامج المزمن للمبادرة الخليجية، وهو يعلم جيدا من الذي حارب حكومة باسندو، من الذين كانوا يديرون الاغتيالات السياسية والاعتداء على أبراج الكهرباء والاعتداء على الطاقة، من الذين أرادوا تعطيل الحكومة التوافقية التي شارك فيها المؤتمر الشعبي الأب برؤوس الأعضاء، من الذين التحقوا بمؤتمر الحوار الوطني وهم يبطنون عكس ذلك، يبطنون انقلابا على نتائج مؤتمر الحوار الوطني، من الذي يرفض الدولة اليمنية الاتحادية من أساسها وجوهرها؟ أنا هنا لا أتكلم عن المؤتمرين على وجه الإجمال ولا عن الحوثيين على وجه الإجمال، أعلم علم اليقين أن هنالك مؤتمريون وطنيون شرفاء ناصعي الوضوح كانوا من عام 2011 قد تخلوا عن تلك السلطة الغاشمة الباطلة الظالمة التي أفضت في نهاية المطاف إلى كل هذه النتائج التي نراها على الأرض. لم يكن أحدا يتمنى أن يتدخل أحد في اليمن، ولكنهم بهذا السلوك مضافا له استدعاء أجندة خارجية غامضة ومعروفة ومشروع أيديولوجي يصدر نموذج من النماذج، تم تصدير أرادوا تصدير هذه المسألة، وهذه أثارت حفيظة كل البلدان العربية في دول الجزيرة العربية.
نحن علينا أن نفهم أيضا الحقيقة الكيانية اليمنية التاريخية. نحن ننتمي إلى جغرافيا مكانية وزمنية معروفة تماما. مصالحنا مع دول المنطقة في الجزيرة العربية هي مصالح نسيجية تاريخية تداخلية شاملة، وطبعا لذلك لا يمكن أن نقفز على هذه الحقائق الجغرافية والتاريخية إلى متى نستعيد شكل من معلش لكي نستعيد شكل من أشكال الإمامة المشوهة، ولكي نستعيد نموذج حزب الله في لبنان الذي أفضى في نهاية المطاف إلى تعطيل الدولة اللبنانية، أو لكي نستعيد الحالة الطائفية الخسيسة في العراق التي أفضت إلى ما نراه اليوم في العراق. علينا أن نفهم هذا بدقة بالغة. نحن لابد أن نتجاوز حدود الحديث عن العوابر إلى الحديث عن الجواهر، وهذه الجواهر لا تعني أسماء ولا ترويكة سياسية أيا كانت، أنا لا أعتد بهم جميعا، ولكنها تعني تماما أن هنالك مسؤوليات محددة، ونحن أصحاب الكلمة والرأي والموقف لدينا مسؤولية أخلاقية جسيمة تجاه ما يجري على الأرض. ولهذا السبب أنا طالبت بإصلاح على المؤتمرين المتبقين المتحالفين مع علي عبد الله صالح على وجه التحديد، أن يقوموا بإصلاح علاقاتهم مع الحوثيين بكيفية معينة، وأن ينتموا للمعنى المؤسس الحقيقي، لا أن يكذبوا، لا أن يتحدثوا عن أنه كان هنالك تجاوز للدستور بالإعلان الدستوري واللجنة الثورية، وهم كانوا طرف داعم لهذه المسألة من أساسها وجوهرها. طيب دكتور أنت أوردت الكثير من النقاط. أنا أتكلم الآن، أنا أتكلم بكل صدق بكل وضوح. لا فقط أنت لا. أتيت على الكثير من النقاط التي يجب. ما نريد نسوق كلام عوابر سياسي ما لوش معنى. طيب. أو كلام عشان نستفيد ما لوش معنى. عشان نستفيد من هذه النقاط. دكتور أيوة عادل. دكتور عادل عفوا الدكتور عمر. دكتور عادل أنت استمعت إلى ما قاله الدكتور عمر، بالإضافة إلى نقطة أخرى يطرحها الكثيرون بأنه تشكيل حكومة معناه بالضرورة الإنهاء والقضاء على كل محاولة التقارب السياسي، لأنه الناس كانوا يتفاوضون على تقاسم السلطة. الآن خلص ما في تقاسم سلطة، احنا خلصنا أمورنا في موضوع السلطة. هذه الصورة دقيقة؟ أنا أعتقد ذلك، وكما قلت في بداية حديثي بأن هناك ترتيب للبيت الداخلي، وهذا الترتيب يعني أن تكون كل القوى السياسية وكل ألوان الطيف موجودة. أعرج فقط على ما ذكره الدكتور عمر ما يتعلق بما يجري في لبنان. الذي أصل لذلك هي السعودية في اتفاق الطائف، وهي التي قسمت اللبنانيين على أساس عرقي وديني، والذي يحدث في العراق وراءه السعودية. هي التي انطلقت الطيران الأمريكي مع الحلف الدولي معه من الرياض لتقصف العراق وتنهي دولته وبنيته التحتية، وتسلمها بعد ذلك لقمة سائغة للذين يحكمون الآن. وما يجري في اليمن أيضا وراءه السعودية، وأعتقد أنه يعرف ذلك لكنه يحاول أن يغالط ذاته. السعودية هي التي أوجدت الطائفية بما تتبناه من مشروع وهابي يعتبر نفسه أنه يقاوم المشروع الإيراني، هو حاول أن يحب ذلك. اليوم السعودية تبني علاقات مع إسرائيل صراحة وعلانية، ومع ذلك عمر وغيره من المثقفين يعتبرون ذلك شيء طبيعي. أما العلاقات مع إيران فهذا شيء غير طبيعي، وينبغي أن تقوم حرب دامية تقضي على ما تبقى من العرب والمسلمين. أي عقلية وأي منطق ينطلق من هذا التفكير؟ العلاقة مع إسرائيل علاقة طبيعية، والعلاقة مع إيران الدولة الإسلامية علاقة غير طبيعية. أعود وأقول ما يتعلق بتشكيل الحكومة في اليمن، باعتقادي أنها تختصر الطريق، وبالتالي هي تحيد الشرعية الورقية التي ما زالت حتى هذه اللحظة غير قادرة على العودة إلى المناطق التي حررتها حتى هذه اللحظة. يعني هل يستطيع هذه الحكومة أن ينزل في عدن؟ لماذا لم ينزلون حتى هذه اللحظة؟ لأنهم سلموها لتنظيم القاعدة وللتنظيمات الإرهابية في تعز وفي عدن. وما الذي سيتغير بالنسبة لك دكتور عادل إذا ما نزلوا؟ ما عزيز هناك حوار الآن، هناك حوار مع أحزاب اللقاء المشترك الموجودة في الداخل والتي لم تؤيد العدوان، وستكون هناك حكومة وحدة وطنية من كل هذه الأحزاب السياسية،
والذي لا يريد بس هذا أن هذا مش قصد أن هذا ينضم دكتور إلى عادل. عفوا عفوا عليه عفوا أن لو يمارس سمح لو سمح معارضته كحق لو سمح دكتور عارض عادل عشان احنا هنا عشان نطلب العلاج ما نأزم الوضع، ما بيكون هذا قفز على الواقع انك تتحاور مع من في الداخل تعرف ان المشكله مش في الداخل، في ضرب من الخارج وفي تحالف موجود. بالعكس نحن حينما تحاورنا مع 400 فرد في الرياض كان ذلك خطأ كبيرا وخطأ جسيما، كان يفترض ان يكون الحوار حوارا يمنيا داخليا، لانه حزب الاصلاح في الاساس موجود في الداخل، اما خمسه سته موجودين في الرياض لا يمثلون قوام قواعد حزب الاصلاح، ومثله الاشتراكي ومثله الناصري وغير ذلك من حتى القوى. المؤتمر نحن اخطانا حينما ذهبنا نحاور من يتواجدون في فنادق مكيفه، هؤلاء لا يمتلكون حق القرار، وانا اتحدى عمر عبد العزيز يطلب من رئيس الوزراء ولا من هادي ولا من وزير الخارجية أن يطلب من محمد بن سلمان أن يوقف الحرب أي لحظة من اللحظات. القرار يا عزيزي ليس بيد هادي، القرار بيد محمد بن سلمان، القرار في الرياض. نحن اليوم سنتحاور مع الرياض مباشرة، وبالتالي إذا كانت اليمن قد طيب. اخطأت في حق السعودية عليها أن تتحمل ذلك، وإذا السعودية طيب. دكتور هذه النقطة في غاية الأهمية، نقطة التحاور مباشرة مع السعودية، والسعودية هي من تدعم الطرف الذي جاء من الرياض، هذه سننتقل إليها، وهذه نقطة في غاية الأهمية لنفس التساؤل أنه قفز على الواقع مقابل تمسك السعودية بحلف معين، سأعود إليها، لكن انتقل إلى موضوع آخر دكتور عمر. الناس في اليمن ملوا موضوع الحرب، ملوا موضوع هذا التأزيم المستمر دون أي حسم، بالإضافة إلى نقطة أخرى وهي الأخطاء المتكررة، ضرب المدنيين، هناك مستشفيات، هناك مدارس، الكل طبعا يشتكي بأنه أبرياء من مختلف الأطراف، أنا هنا لا أتحدث عن طرف واحد، إنما الأخطاء موجودة وبشكل شبه يومي كما تتحدث بعض التقارير. إلى أي مدى ستؤثر على مسار المعركة أو مسار التسوية السياسية هذه الأخطاء؟ أقصد قال الشاعر العربي: وظلم ذوي القربى أشد مضافة. يعني عندما نتكلم عن هذه الأخطاء، وعندما نتكلم أيضا عن قصف المواطنين، وعندما نتكلم عن استخدام الأسلحة المختلفة ضد المدن، ألسنا نحن من فعلنا ذلك في عدن وفي تعز وفي البيضاء وفي يا رجل؟ أليس ذلك صحيحا؟ أليست محاصرة تعز إلى يومنا هذا وتقصف بالكاتيوشا وبالصواريخ وبكل أنواع الأسلحة ويقصف المواطنين الأبرياء؟ علينا أن نعرف أن هذه الحروب البينية الداخلية أشد وطأة على الناس من أي حرب أخرى، وعلينا أن نفهم أن مفتاح الحلول السحرية والأساسية والتبائم الأساسية لمثل هذه الحروب هي بيد اليمنيين أنفسهم، ونحن نطالب بإصلاح. أنا لا نقول للدكتور عادل ولأمثاله من الناس، عليكم أن تطالبوا بإصلاح داخلي للجهة التي تنتمون لها أو تحبونها أو تعتقدون أنها على حق، فليصلحوا أنفسهم. هو يعلم علم اليقين ماذا فعل المؤتمريون مع الحوثيين، وهو يعلم حلم اليقين أن النزعة الميليشياوية الأيديولوجية التعبيرية الطهرانية لو سمحت دكتور أفضلت في نهاية المطاف هذه النقطة بالتحديد أريد أن أنتقل بها إلى دكتور عادل الشجاع. دكتور عادل لماذا تقاطعني؟ لا مش قاطعك، بس أنت أثرت أيضا نقطة وهو موضوع ما فعل الكل. الآن هناك اتفاق سياسي دكتور عادل، إلى أي مدى ممكن أن يتجاوز الناس هذه الإشكاليات السابقة بهذا الاتفاق الجديد؟ بطبيعة الحال هذا الاتفاق تولد نتيجة للحاجة لليمنيين أنفسهم بعد أن عانوا من حصار لم يشهد له التاريخ مثيل، والدكتور عمر لم يشير إلى ذلك ويتكلم عن ذوي القربى ولم يتكلم عن 150 ألف صاروخ بما فيه قنابل محرمة دوليا، ولم يتكلم عن أكثر من 130 ألف غارة جوية لأحدث الطيران في العالم، ولم يتحدث عن مليارات الدولارات التي عقدت صفقات أسلحة لتشتريها السعودية لتقتل بها اليمنيين طيب. ويتغافل عن المستشفيات وما إلى ذلك. تشكيل الحكومة اليوم يا أخي العزيز هو يأتي في إطار ترتيب البيت الداخلي، ويأتي في إطار المصالحة الوطنية بين القوى السياسية جميعا. وضحت الفكرة وضحت الفكرة دكتور عمر. دكتور عمر آسف أكمل حديثك تفضل. نعم فأنا يا عزيزي لا أحب أن أدخل في سجالات ما يعني لا معنى لها، الحقيقة ما فيها. علينا أن نعرف أن هذا الملف بكله وبكامله مليء بالنتوءات ومليء بالحفر والأخاديد، لكن مسؤوليتنا نحن كيمنيين مسؤولية استثنائية في هذه المعادلة، ولهذا السبب سأعود وأكرر ما قلته من قبل،
علينا أن نقرأ المشهد خارج إطار الثنائية الإجرائية التي تقف أمامنا الآن كما لو أنها صنم، وعلينا أيضا أن نقوم بإصلاح ذات البين في كل طرف من الأطراف. بمعنى آخر، أنا لا أطالب بإصلاح التحالف الحوثي المؤتمري جزئيا، بل أطالب أيضا بإصلاح الشرعية. بمعنى آخر، أنا أطالب بالإصلاح الكلي، وأنا أدعو وأكرر مرارا وتكرارا أن على المؤسستين الرئاسية والحكومية التي تستمد شرعيتها أساسا من مرئيات المبادرة الخليجية التي توافق عليها الجميع أن يكونوا في الداخل، لأن عدم الوجود في الداخل هو التخلي حر عن هذه الشرعية إن كانت هناك شرعية. وبمعنى آخر، أنا لست مع الذين يعتقدون بأننا يمكن بالباراشوت أن نحل المشاكل. المشاكل لا تحل إلا بالانتماء العضوي للمواطنين وللناس وللشارع، وهذا أمر في غاية الأهمية. لكن علينا نحن كفرقاء ساحة سياسية ألا نكون استقطابيين، وألا نكون في حالة استنفار اجتثاثي عدائي لأي طرف من الأطراف. لن ينفرد أحد بالحل، وعلينا أن نفهم أن هذه المشكلة لم تتحول إلى مشكلة إقليمية إلا بسبب السلوك الحوثي الذي يعرفه الدكتور عادل حق المعرفة. الحوثيون هم الذين استدعوا جسرا جويا إيرانيا فريد المثال على مدى طائرتين جامبو جيت يوميا محملة بكل أنواع الأسلحة، وكان هذا أمرا مكشوفا لكل الاستخبارات الدولية. الحوثيين هم الذين تداعوا بطريقة حرة وبدعم من علي عبد الله صالح في تدمير معسكرات الجيش وفي تدمير البنية الأساسية للدولة، ثم بعد ذلك تطيروا إلى أبعد الحدود وبدأوا يعممون كثير من المسائل غير الطبيعية على الأرض وفي البنية المؤسسية للمجتمع. بمعنى آخر، نحن هنا لا نريد أن نقول ليس عيبا أنه كان هنالك تحالف، ولكن العيب كل العيب أن هذا التحالف الذي كان قائما بين جزء من المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لا يستقيم على أسس مؤسسية دولتية. يدعي المؤتمرون أنهم امتداد لهذه الدولتية ولهذه البعد المؤسسي ولهذا البعد المؤسسي، وإلى يومنا هذا وبالأمس القريب وحالما تم التخلي عن اللجنة الثورية قاموا بإصدار عشرات القرارات بأثر رجعي، ويعرف الدكتور عادل هذا الكلام. طيب لأنه وصلنا إلى نهاية الوقت سأعود لم بالدكتور. يعود منطق ستيني ولا سبعيني، حتى نحن اليوم في الألفية الجديدة للعالم، لا يمكن أبدا أن بهذه العقلية أن تدار الدولة. طيب سأعود بسؤال أخير، للدكتور عادل الشجاع، من نفس التخوفات التي طرحها الدكتور عمر عبد العزيز، سواء كانت المصالحة التي تتحدث عنها مع بقية الأحزاب أو الاتفاق الأخير بين أنصار الله والمؤتمر، هل يمكن أن يكون بالفعل حقن للنزيف وترميم للتصدعات السابقة، أم أنه ربما يكون قنبلة موقوتة وتنفجر قريبا وندخل في أزمة جديدة؟ كيف تكون قنبلة موقوتة؟ هناك سنة وسبعة أشهر من الفراغ الدستوري والفراغ في السلطة، والطيران السعودي يقصف اليمن من أقصى شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. ما لحققت الشرعية الموجودة في الرياض؟ حينما نرتب البيت الداخلي تصبح قضية؟ لا هو مجرد سؤال، تساؤل. أنا في اعتقادي يعني الهدف هو فقط أن يتحارب الحوثي مع المؤتمر حتى يدمر ما تبقى من النسيج الاجتماعي، حتى يرتاح عمر عبد العزيز وأمثاله. أنا أعتقد المفروض أنهم الآن يباركون هذه الخطوة على طريق مد يد الحوار لبقية الأحزاب والمكونات السياسية لإيجاد تسوية حقيقية داخل البلد. ما المطلوب؟ المطلوب أن يتحارب المؤتمر مع الحوثيون؟ يعني حقيقة أنا لست أدري بأي منطق وبأي عقل يفكرون هؤلاء. اليوم هناك قوتين رئيسيتين موجودتين داخل البلد حاولتا أن تلملم صفوفهما بحيث يكون هناك حوار سياسي بين جميع الأطراف السياسية على أساس إيجاد تسوية حقيقية حتى نستطيع أن نخرج من هذا الحصار الخانق، حصار جوي وبري وبحري. يا أخي العزيز، أنا أسأل عمر عبد العزيز، بكل المواثيق والقوانين الدولية لا تمثل المطارات المدنية. اليوم المطار صنعاء المنفذ الوحيد الممر الآمن، تمنع الطائرات من النزول أو الصعود منه، أي منطق هذا؟ ماذا طيب تريد أكثر من ذلك؟ دكتور عمر عبد العزيز، الدكتور عادل الشجاع تحدث على أنه هناك مش فقط تحالف وإعلان التحالف بين أنصار الله والمؤتمر، إنما هناك نية لمصالحة وطنية شاملة. إذا ما نجحت هذه المصالحة الوطنية لمن هم في الداخل كما تحدث من قبل، هل يمكن أن تغير شيء
على الواقع دوليا مجتمعيا او على الاقل حتى مع السعوديه وغيرها، وقال انهم سيتحاورون بعدها مع السعوديه مباشره. هل هناك امكانيه المصالحة لاجراء مثل الوطنية هذا؟ هو مطلب وطني شريف، كل إنسان عاقل وكل وطني شريف يطالب بالمصالحة الوطنية، وكلنا نطالب بأن يكون كل فرقاء الساحة السياسية موجودين في هذه المصالحة على قاعدة المشاركة وعلى قاعدة المواطنة المتساوية وعلى قاعدة تأصيل ما تم ما تأصيله على مدى 5 عقود من الزمن. بمعنى آخر، نحن في نهاية المطاف ورثة لمشروع نظام جمهوري تاريخي، وهذا المشروع الجمهوري التاريخي تكرس بالتعددية السياسية في الوحدة اليمنية، وتكرس بعد ذلك في عديد من المفارقات المرتبطة بالجدل الصراعي بين ما هو إيجابي وما هو سلبي، مما لسنا بصدده هنا. وتبعا لذلك بكل بساطة إذا تمت المصالحة الوطنية على قاعدة هذه الثوابت المتعارف عليها والتي نقبلها علنا جميعا ما عدا الحوثيون، طبعا طرف من الحوثيين لا يقبلون بذلك، ولكنهم لا يكشفون عن هذا الوجه الباحث عن إمامة جمهورية على طريقة إمامة ولاية الفقيه في إيران، وبالتالي ليست هنالك مشكلة. هذا ما نطالب به جميعا، هذا ما نريده كل نعم. جميعا. أشكرك. دولة تعددية، دولة اتحادية فيدرالية كما كانت عدد الأقاليم، مواطنة متساوية، حلحلة المشاكل، التمدين والعصرنة بالمعنى الواسع للكلمة، ذلك ما نطالب به الجميع. من يرفض ذلك؟ أشكرك. من لندن نعم. الدكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك. ومن القاهرة الدكتور عادل الشجاع المحلل السياسي اليمني أيضا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. في ظل طول أمد الأزمات اليمنية في كل الاتجاهات وما تشهده البلاد من تعقيدات المشهد السياسي والحرب والمواجهات المستمرة وكذا الغارات منذ أكثر من عام ونصف، كان الأثر جليا على حياة الكثير من اليمنيين في معيشتهم، مع توقف الكثير من الأعمال والانهيار الاقتصادي والنزوح والأوضاع الإنسانية الصعبة التي وصل إليها حال الكثير من اليمنيين. البنك الدولي وفي دراسة حديثة أشار فيها إلى وصول عدد الفقراء في اليمن لأكثر من 85% من نسبة عدد السكان، في ارتفاع مخيف. يشير أيضا إلى أن أكثر من 20 مليون نسمة من عدد السكان بحاجة للمساعدة الإنسانية في أمورهم المعيشية والأمن الغذائي. ما هي الأسباب التي أوصلت النسبة لهذا الرقم، وما هي آثارها، وكيف يمكن معالجة هذه الإشكالية، وكم يحتاج البلد ليعود مجددا للأمن الغذائي والمعيشة الرغدة بشكل عام؟ نناقش هذا الموضوع مع الدكتور علي سيف كليب، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء. دكتور علي، مساء الخير. مرحبا، مساء الخير. 85% عدد الفقراء في اليمن ابتداء، الرقم يبدو صحيحا؟ طبعا هناك كثير من المؤشرات التي تؤكد صحة هذا الرقم، يعني قارب من 85% سكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، والشيء المؤسف والمزعج بأن حوالي تقريبا حوالي 10 مليون من هذا الرقم الذي نتحدث عنه هم من الأطفال. وأيضا أن هناك ما يقارب حوالي 3 مليون نازح داخل البلد، وهناك حوالي ثلثهم من الأطفال. هذه المشكلة الحقيقية، بأن الوضع المعيشي ألقى في ظلاله على معظم سكان الجمهورية اليمنية وعلى الأطفال بالذات. طيب دكتور، نحن نعلم أنه هناك حرب وربما تتسبب في مثل هذه الأرقام، لكن بالتأكيد هناك عوامل أخرى. ما هي هذه العوامل التي توصل إلى هذا الرقم المخيف؟ يعني نحن نتحدث عن 15% فقط في منأى عن الفقر. دكتور؟ نعم تفضل، لأنه الصوت راح. تفضل.
بداية ينبغي أن يتم إيصال رسالة للمتصارعين بأن يتم تحييد الاقتصاد. فإذا كان الصراع يهم النخب السياسية فالاقتصاد يهم الجميع بدون استثناء. طبعا اليمن معروف بأنها بلد فقير، اقتصادها من الاقتصاديات الهشة والضعيفة، وبالتالي بعد مرور ما يقارب السنة والنصف على الحرب لابد من أن تصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه، خاصة ونحن نعرف بأن اليمن منذ فترة طويلة وهو يعاني من البطالة ويعاني من الفقر ويعاني من مشكلة التضخم. هذه محصلة يعني أو نتيجة حتمية لصراع أدى إلى تعطيل القطاعات الاقتصادية. هناك كثير من الأنشطة الاقتصادية توقفت، البعض منها توقف بشكل كامل والبعض توقف بشكل جزئي، إضافة إلى الحصار الذي يعاني منه البلد. طيب إذا ما تحدثنا دكتور عن أنه المشكلة ما زالت قائمة، المواجهات ما زالت قائمة، ما هي الحلول التي يمكن أن تكون في هذه المرحلة للنائب الاقتصاد لمعالجة هذا الرقم والتخفيف منه على الأقل؟ كما قلت لك ينبغي أن يدرك المتصارعين مثل ماذا؟ أنت قلت أن يحيدوا الاقتصاد، لكن تحييد بخطوات إجرائية بمعنى مثل ماذا؟ بمعنى أن يكون هناك فرصة للعمل الجاد لوضع تصور للقطاعات المتضررة وما هي الآلية لمعالجة الأضرار التي لحقت بهذه القطاعات. طبعا عندما نتحدث عن قطاعات متضررة نتحدث عن جميع القطاعات، ثم يلي ذلك تضرر العمالة عندما يتم استهداف الطاقة الكهربائية، عندما يتم استهداف المنشآت، عندما يتم استهداف الآن في الفترة الأخيرة العملة، كل هذه تندرج في إطار الحرب الاقتصادية. ينبغي أن تحيد هذه الأمور وأن يكون هناك مواجهات عسكرية بعيدة عن المواجهات الاقتصادية التي لا تضر بالمتصارعين، المتصارعين لا يتضررون، من يتضرر هو الشعب، من يتضرر هو الذين لا يجدون فرص عمل، من يتضرر هم ذوي الدخل المحدود، لكن متصارعين لا تمسهم الأضرار الاقتصادية مثل ما تمس السواد الأعظم من المواطنين. فكما قلت يعني قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات، كل هذه القطاعات طبعا البعض منها ينتج جزئيا والبعض منها أصيب بالتوقف. نعم، إذا دكتور المتضرر هو المواطن. السؤال الأكثر وحشية وظلاما ربما أنه إذا ما استمرت الأمور إلى على ما هي عليه، إلى أين يمكن أن يصل هذا الرقم؟ ربما ندخل في كارثة، يعني قد يصل الرقم مثلا إلى 90%، يصل الرقم عدد المواطنين الذين سيقعون في خط الفقر، وليس في خط الفقر، سندخل في المجاعة. وبالتالي يعني هناك طبعا الفقر، في فقر الفقر الخط العام، في فقر الغذاء، في أنواع للفقر، ولكن إذا استمرت الوضع على ما هي عليه هناك كارثة ستحيق بالمواطن اليمني البسيط الذي لا يستطيع أن يلبي احتياجاته المعيشية اليومية. ماذا هنا يعود السؤال على دور المنظمات الإنسانية ودور المنظمات الدولية، لأنه ما في أفق أصلا للحل على الأقل حتى هذه اللحظة. بالتالي بكل تأكيد ينبغي على المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية الفاعلة أن تضغط في هذا الجانب، أن تضغط في هذا الاتجاه، أن تنظر للبعد الإنساني، أن تنظر لمعاناة المواطنين البسطاء الذين لا يستطيعون توفير رقمة العيش، وبالتالي يجب أن تكون هناك حلول عاجلة لإنقاذ أكثر من 21 أو 22 مليون يمني يعانون من مشكلة. طيب دكتور باختصار شديد سؤال أخير، يعني حتى ولو توقفت الحرب بالنظر إلى الرقم الكبير، كم فترة زمنية تحتاج اليمن للتعافي؟ كم فترة زمنية يحتاج الرقم للتراجع؟
يعتمد ذلك على الحلول التي سوف تتبع وعلى مصداقية القائمين على تنفيذ هذه الحلول. أشكرك. يعني نحن بحاجة إلى مساعدات عاجلة وبحاجة إلى خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وإلى تحقيق السلم الاجتماعي بما يؤدي إلى التعافي الاقتصادي. نعم. هذه الأمور لا يمكن أن تكون إلا في ظل مصالحة سياسية حقيقية يدرك من خلالها المتصارعين بأن الشعب سوف ينتهي وهم يتصارعون على لا شيء. أشكرك جزيلا دكتور علي سيف كليب أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء. شكاوى كثيرة ومتعددة من محافظات مختلفة يتحدث فيها الكثير من المواطنين ممن رواتبهم عبر البريد اليمني أو من لهم مدخرات فيه يشكون من رداءة الخدمة وذلك لعدم توفر السيولة النقدية فيه، وقد يحتاج من يبحث عن راتبه ليقضي أياما من المتابعة والطوابير في البريد حتى يتسنى توفر السيولة، وفي بعض الأحيان يتحدث أشخاص عن مبالغ يدفعونها ليتم صرف رواتبهم دون عناء ولو خارج مكاتب البريد، استياء كبير حتى في حال توفر سيولة قليلة فهي من المبالغ النقدية المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام والمعاملات في البيع والشراء، مما دفع بالكثيرين للمطالبة بتحويل رواتبهم عبر شركات مصرفية أو بنوك أخرى غير البريد اليمني. سنتحدث عن المشاكل وعن شكاوى المواطنين من البريد اليمني وما هي الصورة الحقيقية مع مدير عام البريد الأستاذ عمار علي السدح. أستاذ عمار مساء الخير. أسعد الله مساك أخي الكريم وأهلا وسهلا بكم. قبل أن نبدأ خلينا نشيد بأنه بالفعل البريد كان حتى فترة قريبة من المؤسسات الحكومية التي ينظر إليها على أنها نموذجية وأنها مميزة، ما الذي حصل؟ أولا شكرا جزيلا أخي الكريم على تسليط الضوء على ما يقوم به البريد اليمني من دور مجتمعي رائد وكبير. هذا الدور الذي استمر بقوة وبكفاءة غير عادية خلال الفترات الماضية التي يشهد فيها الوطن اضطرابات كبيرة، يشهد فيها الوطن عدوان سافر على كل أنحاء البلد. نحن في البريد اليمني منذ بداية الأحداث وبداية العدوان تكفلنا بتقديم خدماتنا المالية البريدية لكل عملائنا في مختلف محافظات الجمهورية رغم الظروف التي يعاني منها البلد عموما. أخي الكريم، التساؤلات كثيرة حول دور البريد، لكن الحقيقة أن البريد اليمني وموظفي البريد والعاملين فيه خاضوا جبهة جهادية كبيرة وخاضوا جبهة صمود غير عادية تمثلت في الاستمرار بتقديم دور البريد ونشاط البريد في كل الظروف والأحوال التي يمر بها الوطن. لكن أنتم تسمعون بالتأكيد ما نسمع وما يسمعه كل الناس بالشكاوى وطلب تحويل الرواتب من البريد إلى غيرها من المصارف أو البنوك لأنه الخدمة في البريد لم تعد بالشكل المطلوب، كيف تعلقون على هذه النقطة؟ نحن نسمعها ونلمسها ونقف عندها بجدية، لكن حقيقة الذي الوضع بالنسبة للبريد اليمني لا يستطيع أن ينكره أي فرد أو مواطن يتعامل مع البريد. نحن يا أخي كما أسلفت نقدم خدماتنا في كل شبر من تراب الوطن في ظروف غير اعتيادية، نقدم خدماتنا ونقدم ضمانات غير عادية. لكن بنقاط محددة، ليش الناس يقفون كل هذه الطوابير وبالأخير ما يحصل راتبه والبعض يروح خارج مبنى البريد ويستلم راتبه بحق بن هادي؟ يعني أعتقد أن هذا الكلام يعني يجب أن يقف عنده بجدية وأن يعاد النظر في من يطرح هذا الطرح. البريد اليمني زي ما سبق وأن كلمتك أخي الكريم، هناك في بعض المحافظات يكون عندنا مشاكل كبيرة في توفير السيولة النقدية نظرا لعدم توفرها أو يعني القدرة على إيصالها إلى فروعنا من قبل المؤسسات المالية. نحن في أمانة العاصمة مثلا خلال الأحداث تولينا صرف مرتبات العديد من المحافظات خارج إطار أمانة العاصمة وقمنا بهذا الدور بكل كفاءة وشهد الجميع بالدور الرائد الذي قام به البريد في هذا الجانب. مسألة أن هناك من يريد أن يحول راتبه إلى مؤسسات مالية أخرى، تعلم أن البريد يصرف أكثر من
مليون و200 يعني العدد مليون و200 ألف موظف، وبالتالي متحمل موظفي الدولة بأكملها في قطاعها المدني والعسكري وغيره. يقدم البريد اليمني كل الخدمات المالية من توفير. طيب هذا كثير عليكم، هذا كثير عليكم استاذ، انه كل الموظفين في القطاعين العسكري والمدني الراتب عندكم، لماذا؟ البريد جهاز حكومي يا اخي، وبالتالي هو اي بس في بنوك اخرى ايضا، في بنوك اخرى ايضا بنوك حكوميه. نعم نعم نعم. اسمح لي فقط ان اوضح لك النقطه، يعني البريد اليمني هو جهاز حكومي، جهاز امن، بنك معلومات امن للدوله، منتشر على تراب الوطن بشكل عام. نحن نقدم خدماتنا على يعني عبر اكثر من 360 مكتب بريد في عموم محافظات ومديريات الجمهوريه. نملك اكبر شبكه على صعيد الوطن بشكل عام. بنك معلومات شعبي اصبح البريد اليمني، وبالتالي اذا ما قورن بالمؤسسات الماليه المصرفيه الاخرى لن تجد هناك اي مجال للمقارنه اطلاقا، سواء من حيث الانتشار، من حيث جوده الخدمه. صحيح نحن نعاني احيانا من مساله السيوله، وهذه يعني نقدم اعتذار عبر قناتكم الكريمه لكل عملائنا، لكن الحقيقه ان هذا الموضوع يحتاج تكامل بين البريد، ويحتاج وبين البريد وبين فروع البنوك المختلفه، ويحتاج نوع من توفير. طيب هذه نقطه اخيره، وانا ادري انه هذه النقطه مش فقط هي نقطه البريد، انما مرتبطه بقطاعات. نعم. اخرى. هنا سؤال المواطنين، ربما تابعت معنا اذا كانت عندك شاشه، العمله النقديه المتهالكه جدا جدا، مع انه قبل فتره كان هناك عمله جديده، الناس يسالون الان لماذا خرجت الان هذه العمله المتهالكه اللي ما تقبل لا عند صاحب البقاله ولا عند صاحب التاكسي. نعم. ولا غيره. هذه يا اخي العزيز من ضمن المشاكل التي تؤرقنا كثيرا في فروعنا، لكن تعلم نحن نقوم بسحب السيوله اللازمه لتغطيه نشاطنا في مكاتب البريد من البنك المركزي اليمني، وبالتالي ناخذ السيوله بحسب السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. نحن نعمل على كل المستويات لتخطي هذا الأمر، بحيث أن نحن يعني نوفر السيولة المقبولة لكافة العملاء، ومع ذلك يعني الأمر يمشي بشكل طبيعي في مكاتب البريد رغم الظروف الاستثنائية. إن شاء الله يعني نتمنى أن تزول هذه الإشكالية قريب. نعم. لأنها زي ما تؤرق عملائنا هي أيضا تؤرقنا كثيرا، وان شاء الله يعني الايام القادمه تشهد انفراجه كبيره في هذا الموضوع ان شاء الله. مدير عام بريد امانه العاصمه الاستاذ عمار علي السدحه، اشكرك جزيلا، والشكر لكم مشاهدينا الكرام ليطيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة من الواقع اليمني. وصلنا إلى نهاية هذه الملفات، نعود ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. أنتم الوطن بألف خير، إلى اللقاء.